بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يمنعون عن الفساد في الأرض يمنعون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك بك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما مثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للذين لا يؤمنون.
تنتظرون ولله غيب السماوات والأرض كله فاعبده وتوكل
ربك بغافل عما تعملون والشفع والوتر وما ربك بغافل عما يعملون الله أكبر بسم الله وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج والليل إذا يسر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا فساد فصف عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي فأما الإنسان إذا
إذا دكت الأرض دكا
ربك والملك صفا صفا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد Oh!
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأهديناه النجدين فلقتحم العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتحم العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب
وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما Oh,